المنطقة هاي لأولادي، هاي المنطقة لأولادي، كانوا الاثنين عايشين فيها بالشقة هاي، صارت تحت الأرض. محمود واحد من 100 الفلسطينيين ممن سلكوا طريق العودة إلى الديار. بعد أسابيع من التهجير القسري بعيداً عن منزله الواقع في مخيم جباليا المنكوب بفعل العدوان الصهيوني العنيف، فمع بضع سريان الهدنة الإنسانية سارع محمود إلى ما تبقى من منزله المدمر لتكون الصدمة جراء الخراب الذي حل في كل مكان وفي كل الزوايا. فلأنه ليش دمار؟ لأنه أهله مهجرين، البيت أهله مهجرين، فبتحول لمدينة أشباح زيه زي المدمر، زي المقصوف، زي ليش بدي أوصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جنوبا لا تبدو المشاهد مختلفة عن الشمال المدمر كلية. هنا ببلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع تتوالى مشاهد الدمار، مشيا على الأقدام أو حتى عربات تجرها بعض الحيوانات يكتشف الفلسطينيون حقيقة الخراب الذي طال كل شيء في كل مكان في مشاهد صدمت الكبار والصغار. رجعنا هنا لقينا الدار مهدومة يوم امبارح في الليل، واليوم قالوا هدنا عشان عذارنا لقينا مكسوف. تهم سواعد عشرات الفلسطينيين أطفال منهم نساء أو رجال للعودة إلى بيوتهم، مثل هذه المرأة الفلسطينية التي تلملم بعضا من مستلزماتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا لشيء سوى تأكيد على إصرارها كغيرها من الفلسطينيين على الصمود البقاء والحياة رغم مشاعر الانكسار والألم من هول الوضع. القلوب مكسورة، ولما شفنا الدنيا يعني الواحد مش قادر حتى يملك أعصابه، حتى البكاء الدمعة من العين مش راضي تنزل من كثر ما الهول اللي شفناه. فجينا قالوا في هدنة، قلنا خلنا نروح نشوف مطر. احنا اجينا لقينا نفس اللي انتم شايفينه، دمار شامل، دمار، كل حرب تيجي علينا زي ما انت شايف البيت بتدمر. طب احنا لمتى بدنا نضلنا زي هيك؟ اتفاق الهدنة في يومه الثاني يعود الفلسطينيون النازحون إلى مناطق جنوب وشمال غزة وسط الدمار والخراب بعد عدوان قضى على كل معالم الحياة في القطاع، لكنه أبان عن صمود فلسطيني لا يلين في البقاء والنضال في سبيل الوطن.